أترجاكم كلام ماري بتكوين البشر يا حسيا متساوي النوعية جيت ما الشائل بخيفي ومجهول نزعته النفسية وهي بدورة تكشف وتظهر لك ما خافي تكشف من اتجاهات شعر يولا واحنا بنفسك امنا من عرفناها قدسية بشخصيتك نيمسنا وصف ما انوجدت بشخصية لمسنا بك ابو الاحرار عرفنا الموت حرنية لمسنا بيك ابو الاحرار عرفنا الموت حرنية لمسنا التضحية بشخصك عرفنا الشرف تضحية لمسنا أبيك أبي ومثلين عرفنا الذيل عبودية لمسنا على الكرامة قضت عرفنا أن ريدها هي لمسنا بذلت دم وحية عرفنا الدنيا وقتية عن سابق عليم يا حسيا وعن تركيز بالفكرة حبيناك واتبعناك ونتوقع قصص مرة ونتوقع وقيت محذور وساعات التمر خطرة ما بين ليك جنة وبين دبر الغدرة ومع إحساسنا هذا وشفنا ونين
بمحبتك يا ابو العتره حقيقتنا وطبيعتنا اكسبناها